تعالوا نتابع البيان اليومي لوزارة الصحة الخاص بكورونا ووضع بقى كورونا في مصر. أعلنت الوزارة أمس عن خروج 432 متعافي من فيروس كورونا من مستشفيات العزل، وده بعد تلقيهم يعني الرعاية والعلاج طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. طيب أعداد المتعافين دلوقتي في مصر وصلوا لكام؟ 125 ألف شخص و603. امبارح تم تسجيل 748 حالة جديدة من فيروس كورونا، وبكده وصل أعداد المصابين إجمالي منذ بداية الأزمة اللي هو كان في شهر مارس 2020 160,463 شخص. بالنسبة للوفيات 52 حالة وفاة جديدة أمس، وارتفع كده أعداد الوفيات ل 8,853. طبعا بنوجه التعازي لكل الأسر اللي فقدوا حد من ذويهم بسبب فيروس كورونا، وبنتمنى طبعا الشفاء العاجل للجميع، وندعي يا رب كده يعني يحمي أهالينا من هذا الفيروس.